بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب، محاضرتنا اليوم هي أول محاضرة بموضوع الديجيتال إيمج. موضوع الديجيتال إيمج يعني راح يستغرق تقريبا مجموعة من المحاضرات. هاي أول محاضرة بها، هي المقدمة إلى الديجيتال إيمج، مقدمة إلى الصور الرقمية. الصورة الرقمية هي بصورة عامة أي صورة نقدر نتعامل وياها بالحاسبة أو بالموبايل، يعني مو الصورة التقليدية. الصورة التقليدية نسميها بيكتشر. الصورة التقليدية إذا حولناها إلى صورة نقدر نتعامل بها بالحاسبة أو بالموبايل، يعني سوينا لها عملية اكويزيشن يسموها، راح تحول إلى صورة رقمية. هذه الصورة الرقمية أصغر مكون بها هو البكسل اللي راح نشوفه هنا. هذا البكسل هو هذا المربع الصغير، هذا نسميه بكسل. هذا أصغر قيمة رقمية بالقيمة بالصورة الرقمية. هذا الايمج تتكون من مجموعة كبيرة من البكسلز مثل ما تشوفون، تتكون من أعمدة وصفوف. تقاطع أي عمود ويا أي صف هو عبارة عن بكسل. هذا البكسل يحتوي على يتكون من مجموعة من الأرقام. هذه الأرقام تختلف من صورة إلى أخرى حسب أنواع الصور اللي راح نحكي عليها بالفقرات القادمة. زين، إذا الصورة الرقمية هي بالمختصر هي عبارة عن جريد، يعني شبكة من مصفوفة من أعمدة ومن صفوف، ومتكونة من مجموعة من البكسلز. أصغر مكون هو البكسل، والبكسل راح تكون بقيم. هذا القيم تختلف حسب نوع الصورة. زين، أكو شيء اسمه السامبلينج. السامبلينج هو هذا التقسيم اللي هو عبارة عن سيالات أو خلايا. هذا التقسيم هو السامبلينج. من نقسم الصورة إلى سيالات، يعني خلايا، هذه عملية سامبلينج. هذه العملية هي تختلف طبعا، قد يكون السامبلينج خشن أو قد يكون السامبلينج ناعم. هسه راح نحكي على الأنواع السامبلينج بالريزوليوشن. إذن السامبلينج هو تحويل الصورة إلى 2 دايمنشن، مثل ما هسه تشوفون هذه 2 دايمنشن. زين، أي تحويلها إلى صفوف وأعمدة، تحويلها إلى صفوف وأعمدة. وهذه الصفوف والأعمدة تختلف حسب نوع السامبلينج، سواء كان خشن أو دقيق. هذا تعريف بالإنجليزي. مثلا تعريف ثاني is the two dimensional pattern that is required to represent the image measurement. كل سامبل هي بيكسل، يعني كل، بمعنى آخر كل خلية هي بيكسل، كل تقاطع بين صف وعمود هي بيكسل. زين، الريزوليوشن، سبيشال ريزوليوشن. ريزوليوشن كلكم سامعين به شنو الريزوليوشن. هسه ذني صورتين، اللي على اليسار واللي على اليمين. اللي على اليسار هذه هي الريزوليوشن عالي، واللي على اليمين ريزوليوشن واطي. يعتمد الريزوليوشن على السامبلينج. اذا كان السامبلينج كورس يعني خشن راح يكون الريزوليوشن عالي. هذا دينس سامبلينج، العفو دينس سامبلينج يعني الكثيف، راح يكون ريزوليوشن عالي. هاي ريزوليوشن دينس سامبلينج يعني السامبلينج الكثيف، هاي ريزوليوشن. والكورس سامبلينج يعني الخشن هو لو ريزوليوشن. هذا السامبلينج، هذا اللي على اليسار هو دينس سامبلينج يعني معناه ريزوليوشن عالي، واللي على اليمين هو كورس سامبلينج خشن معناه ريزوليوشن واطي. طبعا كل ما يكون الريزوليوشن عالي كل ما تكون الصورة اوضح، وكل ما يكون الريزوليوشن واطي راح تكون الريزوليوشن راح تكون الوضوح قليل. اذا عندي دينس سامبلينج وعندي كورس سامبلينج. دينس سامبلينج يعني الكثيف راح يولد لي ريزوليوشن عالي وبالنتيجة تكون الصورة واضحة، والكورس سامبلينج راح يكون عندي الريزوليوشن واطي وبالنتيجة تكون الصورة غير واضحة او واضحة بشكل اقل. زين، الكوانتايزيشن هو اعطاء قيمة للبكسل. يعني هذه كل وحدة من ذن البكسلز، هذه البكسلز، كل بكسل او كل نوع من الايمجز البكسلز مالتها تاخذ قيمة معينة، تاخذ قيمة معينة. فحسب نوع القيمة اللي تاخذها البكسلز راح يكون عندي نوع مختلف للصور. اذا الكوانتايزيشن هو اعطاء قيمة للبكسل. اذا اعطيت للبكسل قيمة 0 و 1 راح الصورة نسميها باينري. اذا اعطيتها قيم من 0 إلى 256 راح تكون الصورة اسمها جري ليفل. واذا اعطيت للبكسل 3 قيم
هي R و G و B راح تكون الصورة ملونة. إذن الكوانتازيشن هو إعطاء قيمة أو تخصيص قيمة، طبعا هذا القيمة لازم تكون انتجر، القيمة لازم تكون انتجر، إعطاء قيمة لكل بكسل. الإيمج ريبريزنتيشن، الإيمج ريبريزنتيشن أني أقدر أمثل ثلاث أنواع من الإيمجز طبقا للإلمنت، طبقا إلى القيمة اللي يعطيها للبكسل، طبقا إلى القيمة اللي يعطيها البكسل. قد أعطي للبكسل قيمة راح تكون عندي نوع معين من الإيمج. إذا عندي ثلاث أنواع من الإيمج، النوع الأول هو الباينري إيمج. بالباينري إيمج أعطي للبكسل قيمة صفر وواحد، أعطي للإيمج فقط قيمة صفر وواحد، وهذه طبعا الباينري ايمج راح تكون واضحه بالكتابه بالتكست. اذا كانت الكتابه بالابيض والاسود، يعني عندي تكست معين بالابيض والاسود، راح تكون عندي هذه هي الباينري ايمج. طبعا اكثر استخداماتها بالكمبيوتر فيجن باينري ايمج، اللي بيها يكون عندي جنرال شيب، جنرال شيب او الاوتلاين هو المهم. يعني بالكمبيوتر فيجن مثلا خلينا نقول بالروبوت، الروبوت ما يهمه بصورة عامة شنو اللون او شنو التكستشر مال الاوبجكت، انما مهمة بصورة عامة الجنرال شيب، يعني الشكل العام. استخداماته، استخدامات الاستخدام الاول بالروبوتات، الروبوتات هذه اللي تشوفوها بالمعامل اللي تلتقط شيء وتخليه في مكان اخر، او تحرك مثلا شايفين مصانع السيارات تجيب باب مال سيارة تخليه في مكان معين، تجيب بنيد مال سيارة تخليه في مكانه، تجيب تاير مال سيارة تخليه في مكانه. هذه الروبوتات تلتقط الأشياء، اللي يهمها هو ما يهمها الألوان مال الأشياء أو التفاصيل مال الأشياء، اللي يهمها هو فقط جنرال شيب، الشكل العام مال الأشياء. فإذا استخدامات الباينري ايمج هو بالروبوت في التقاط الاشياء ووضعها في اماكنها الصحيحه. بالاو سي ار والاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن في تمييز الاحرف، انا من اريد اميز احرف ما يهمني هذا الحرف اذا كان اخضر او ابيض او اصفر او ازرق، اللي يهمني هو الجنرال شيب مال الحرف. وايضا بالتكست ايمج، ايضا بالتكست ايمج، لانه بالتكست تعرفون هسه الكتابه اللي تقروها غالبيتها هي ابيض واسود، الكتب هي غالبيتها ابيض واسود. اذا بالتكست ايمج انا استخدم الباينر ايمج. الادفانتج مالته شنو الفائده؟ ليش انا ما استخدم الوان استخدم باينر ايمج؟ اولا اقلل الستورج، لانه بالالوان استخدم 24 بت، البكسل الوحده تكلفني 24 بت، بينما بالباينر ايمج البكسل الوحده تكلفني 1 بت. بالنتيجة راح يقلل لي decrease processing time، سرعة المعالجة راح تقل، والترانسميشن مال هذه الصورة أكيد كل ما زيد المساحة مالتها للترانسميشن تايم راح يزداد، كل ما تقل المساحة مالتها راح ترانسميشن مالها ترانسميشن تايم راح يقل. فأكيد أنا من أقل المساحة راح يقل الترانسميشن تايم، وهالنتيجة راح تكون سرعة الإرسال أكثر. اكو ملاحظة هاي بعدين راح نستفاد منها، اللي هي تحويل الصورة من الجراي الى الباينري، هي باستخدام فتشي اسمه ثريشولد، وهاي طبعا راح نحكي عليها في المحاضرات القادمة. الجراي سكيل، الجراي سكيل هنا البكسل الوحدة راح امثلها ب 256 تدرج لوني، 256 تدرج لوني، يعني من الصفر الى 255. اذا بالنتيجة البكسل الوحدة راح تاخذ 8 بت، بالنتيجة البكسل الوحدة راح تاخذ 8 بت. هذه الثمانية بت راح ممكن ان تستوعب الاقيام من صفر الى 255. هذه الصور اللي تشوفوها هي جراي، هي رمادية ليست ملونة وليست ابيض واسود. اذا اهم شيء بالجراي ليفل انه عندي اني البكسل مالتي، المساحة الخزنية للبكسل او اللي اقدر امثل بها البكسل الوحدة هي 256. زين الكلر ايمج، هنا الكلر ايمج الستاندر العادي مال الكلر ايمج هو ال 3 باند، هو الار جي بي، هذا الستاندر القياسي مال الكلر ايمج. يعني البكسل الوحده راح تتكون من 3 بايتات، كل بايت يمثل لي واحد يمثل الريد، واحد يمثل الجرين، واحد يمثل البلو، الاحمر والاخضر والازرق. اذا البكسل الوحده متكونه من 24 بت، البكسل الوحده متكونه من 24
بت هذه الالوان في هذه الصوره تمثل الالوان اللي ممكن ان بس كل الالوان سموها ترو كلر طبعا، كل الالوان اللي ببالكم ممكن ان تتمثل بالار جي بي. وجدوا انه من الافضل انه يسوون عزل ديكابل للبرايتنس للاضاءه بهذه الار جي بي عن الالوان، عزل الاضاءه عن الالوان. السبب انه واحد ما يقدر يتخيل الار جي بي، من انا اقول مثلا البكسل مالتي قيمتها 20 40 50، ما دا اتصور شنو هذا العشرين، شنو اللون اللي راح ينتج لي. بينما من اعزل اسوي ديكابلنج للبرايتنس عن الكلر انفورميشن، راح يصير عندي فد ايماجينيشن تخيل للصوره او لقيمه البكسل، للقيمه اللونيه للبكسل. الاتش اس ال هو واحد من الطرق اللي اقدر اسوي بها ديكابلد للكلر عن الكلر اللي هي الار جي بي، احولها الى اتش اس ال. الاتش اس ال هو هيو ساتوريشن ولايتنس. اذا اللايتنس هو الاضاءه، اللايتنس اعزله عن الهيو والساتوريشن. الهيو هو اللون والساتوريشن هو التشبع باللون. هذه الطريقة بعزل الألوان، يعني عزلت اللون عن الإضاءة، راح يكون عندي عملية تخيل أو تصور اللون اللي أشوفه ممكن تكون بسهولة أكثر. طبعا هذه هي الـ RGB، هذه عبارة عن فيكتور متكون من 3 ألوان R و G و B، والقيمة هي مثلا نقول للـ R هي 50، للـ G 70، للـ Blue 80 وهكذا. بس ما أقدر أتخيل اللون هنا. سووا عزلوا البرايتنس اللي هو هذا العمود، هذا العمود يمثل البرايتنس، والدائرة تمثل الألوان، والآر راح يمثل لي هو الساتوريشن اللي هو التشبع باللون. يعني يعطي أمثلة هنا، يقول مثلا أنا أريد أقول لون وردي. الوردي الإضاءة معزولة، يعني إذا كانت إضاءة عالية أو إضاءة ناصية يعني ما لي علاقة، بس هو لون وردي. اذا بما انه هو لون وردي اذا هو احمر. زين، التشبع بالاحمر هل هو كثير لو قليل؟ لا، الوردي التشبع بالاحمر قليل لانه مو احمر وانما احمر فاتح. اذا من اجي اشوف الاضاءه اقول هاي اضاءه عاليه او ناصيه حسب الرقم من 0 الى 256. من اجي على اللون اعرف الالوان اللي عندي اني محدده، اقدر هنا محددها ب3 ألوان، ممكن احددها ب7 ألوان، ممكن احددها يعني عدد قليل من الالوان، ممكن ان احدد عدد الوان، خلينا نقول هسه انا محدد هو 3 فقط، اقدر احدد 7 او عدد معين من الالوان. والساتوريشن هو التشبع باللون، ومثل ما قلت لكم مثلا هسه ناخذ الاحمر القاني، احنا حكينا على الاحمر الوردي، نحكي على الاحمر القاني. احمر قاني يعني الاحمر الطوخ، يعني بنسميه احنا بالمصطلح العامي دم الغزاله. دم الغزاله هو شنو؟ الاضاءه ما لنا علاقه بها، اضاءته عاليه اضاءته قليله هاي منتهي من عندها، ما لنا علاقه. اذا هو ريد اذا احمر، والتشبع مالته عالي، تشبع باللون الاحمر عالي. ليش؟ لانه هو احمر قاني. نفس الشيء الازرق، اذا اقول بنفسجي ايش راح اقول؟ الاضاءه ايضا ما لي علاقه بها، الاضاءه عاليه او ناصيه هاي ما لي علاقه بها. اذا البنفسجي هو شنو؟ هو بلو، هو ازرق، تشبع باللون قليل لانه بنفسجي، يعني التشبع مالته او سمائي، السمائي تشبع باللون الازرق قليل. بينما الازرق الطوخ اللي الازرق الطوخ راح يكون تشبع هو لون ازرق، وتشبع الساتوريشن بي يكون كلش عالي. وهكذا ممكن ان تصف كل الالوان اللي ببالك. العمليه اللي يحول بها من الريد جرين بلو الى الاتش اس ال هي هذه المعادله. طبعا هذه المعادله ما مطلوب من عندكم الواحد واثنين، بس 3 ممكن ان لا. يعني اللايتنس هي الاضاءه، ممكن احصل عليها اجمع الار والجي والبي واقسم على 3 تطلع لي الاضاءه. والهيو هو اللون، والساتوريشن هو تشبع باللون، ما مطلوبه من عندكم، فقط مطلوب من عندكم المعادله الثالثه. زين، نجي على هسه الثمانية بت كلر ايمج. احنا الكلر ايمج بصورة عامة قلنا 24 بت، بس شنو مساوئها؟ مساوئها انه يكون حجم الصورة كبير. ليش؟ لانه البكسل الوحدة متكونة من 3 بايت، يعني 24 بت. فوجدوا انه اذا ارادوا عندنا الالوان ما نريد
تكون كلش دقيقة، يعني مثل الـ RGB، نقلل دقة الألوان بس تكون وافية أو كافية. راح نلجأ إلى الـ 8 بت Color Image، اللي هي راح يكون البكسل الوحدة. البكسل الوحدة متكونة من 8 بت بس، هي بسرعة ما كلها. النوع المشهور بها هو GIF Graphical Interchange Format. هذا النوع هو يدعم الـ LZW، اللي هو طريقة بضغط البيانات، طريقة لضغط البيانات. التنفيذ مال هذه الطريقة هو باستخدام اللوكاب تيبل، باستخدام اللوكاب تيبل. اللوكاب تيبل هذا هسه راح نشرحه ونرجع على خطواته. اللوكاب تيبل، انا عندي اجيب تيبل من 0 الى 255، اخلي به كل الالوان الموجوده بالصوره شائعه بتلك الصوره، يعني شنو اللي يمثل هذا الالوان RGB اخليه بهذا التيبل من 0 الى 255. بالنتيجه بالبكسل ما راح اخزن اللون، وانما اخزن الاندكس، هذا اللي على جهه اليسار اللي هو 8 بت اندكس. يعني الايمج مالتي راح تكون عبارة عن أرقام من 0 إلى 255. من أجي على رقم، مثلا رقم 2، أروح على الإندكس مال 2 وأطلع الترو كلر اللي يقابل هذا اللون وعرضه بالصورة. إذا بالنتيجة راح تكون عندي الإيمج مالتي هي قيم البكسل بيها هي قيمة الإندكس باللوك أب تيبل وليست قيمة الترو كلر. شوف هنا كلر لوك أب تيبل store only the index of the color lookup table for each pixel. كل بيكسل راح ينخزن بيها فقط الاندكس. look up the table to find the color RGB for that index. يعني من اريد اعرض قيمة البيكسل اروح لللوكاب تيبل اشوف شنو الاندكس مالها، شنو ما يقابله بالترو كلر وعرضه. Lookup table need to be built when converting 24 bit color image to 8 bit. إذن أنا هنا حولت الـ 24 color image إلى 8 bit. هذه الخطوات الأربعة أو للـLookup table. Multispectral image. Multispectral image هسه راح نشوف الترددات او الويف لينكس، الاطوال الموجيه. هذه الاطوال الموجيه، الاطوال الموجيه اللي ممكن انه يشوفها الانسان هي بين العشرة اس ناقص 8 والعشرة اس ناقص 6، بين العشرة اس ناقص 8 والعشرة. هذه اللي مرسومه قدامكم، واللي هي تبدي بالريد واليلو والجرين والبلو والفايوليت البنفسجي. هذه الالوان اللي ممكن ان يشوفها، الوان طبعا نسميها الوان الطيف الشمسي. اللي ترددات الاقل هي الالترا فولت، يعني الفوق البنفسجي، الاكس راي، الجاما راي. اللي اعلى من عندها هي الانفراريد اللي تحت الحمراء، المايكروويف، الاف ام راديو. فاذا الانسان يشوف الالوان فقط بالاطوال الموجيه اللي هي اكثر من 10 اس ناقص 8 واقل من 10 اس ناقص 6. اللي اقل من العشرة اس ناقص 8 او 10 اس ناقص 8 فما دون، والاكثر من 10 اس ناقص 6 او العشرة اس ناقص 6 فما فوق. هذه الاطوال ما ممكن ان يشوفها الانسان، بس بالنتيجة ممكن ان يتعامل وياها من خلال ما يسمى بالمالتي سبكترال ايمج. اذا هنا المالتي سبكترال ايمج typically contain information outside the normal human perceptual image، اللي هو خارج الالوان اللي ممكن ان يشعر بها الانسان. This may include infrared فوق الحمراء، ultraviolet تحت البنفسجي، اكس راي اشعه اكس، رادار داتا. These are not image in the usual sense because the information represented is not difficultly visible by the human فيجوال سيستم. هذه صعب، من الصعب انه الانسان يستشعر هذا النوع من الالوان. هذه النقطة مهمة. يقول however the information is often represented in visual form by mapping the different spectral band to RGB color. ممكن انه هذه الالوان تحول الى ال RGB image من خلال اجهزة معينة. يعني هسه راح اشوفكم في مثال.
هذه الصورة اللي على اليمين هي طبعا صورة مال أشعة تحت الحمراء. هذه الحيوانات هذه بالليل ما تنشاف، بس من خلال أشعة تحت الحمراء ممكن أن تنشاف. بس هذه من أني راح أشوفها، أنا ما راح أشوف الأشعة تحت الحمراء، وإنما هذه الأشعة تحت الحمراء تحول إلى صورة ار جي بي ممكن انه اشوفها. يعني انا هسه هاي الصوره اللي اشوفها هي صوره الاشعه تحت الحمراء زين معكوسه او محوله الى ار جي بي، والا انا اذا هي اكس راي انا ما راح اشوفها. طبعا بالمناسبه الاكس راي دائما تنبعث من كل الاشياء اللي بها حراره، يعني جسم الانسان، جسم الحيوان، اي جسم ينبعث منه حراره ممكن اشوفه بالاكس راي. فاذا هذه هي صوره للاكس راي، ولكن مو صوره حقيقيه للاكس راي، وانما صوره محوله الى كولورد ايمج من خلال اجهزه معينه. اذا هذه الملاحظه مهمه اللي هي انه اني the information is often represented in visual form، يعني معلومات المالتي سبيكترال ايمج ممكن ان تحول تمثل بفيجوال فورم، يعني ممكن ان يشوفها الانسان باي مابينج بتحويلها the different spectral band to RGB component، من خلال تحويلها الى RGB component. السورس المصادر اللي من خلالها اقدر اقيس او استشعر المالتي سبيكترال ايمج هي الساتلايت ايمج، الاندر ووتر سونار سيستم، السونار اللي تحت الماء، الفيروس تايب اوف ايربورن رادار، الرادارات اللي على الطائرات، الانفراريد ايميجينج سيستم، اجهزه الاشعه تحت الحمراء، ميديكال دايجنوستيك ايميج سيستم، اجهزه التشخيص الطبي. يعني هسه الاكس راي انت من واحد يوقف قدام جهاز الاكس راي هو ما راح يشوف الاشعه الاكس راي، ما ابد ما راح يشوفه، بس بالنتيجه راح تظهر صوره للاكس راي. هذه الصوره هي انا سويت مابينج للاكس راي على الاشعه اللي تظهر اللي يشوفها الانسان او الطبيب بعينه المجرده. هذا اهم شيء اريدكم تعرفوه عن المالتي سبيكترال ايمج، شنو انواعها، شنو السورس اللي ممكن ان تستخدم لقياسها، وشلون اقدر اشوفها، شلون اقدر اشوفها، اللي هاي النقطه اللي شرحناها. هاي آخر شيء بمحاضرتنا لهذا اليوم اللي هي مقدمة على الديجيتال إيمج. شكرا جزيلا.